رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو ريندي أعلن تعيين جيم باولي كانتيني سفيرا جديدا في القاهرة خلفا للسفير مارتيسيو ماساري. وقالت مصادر دبلوماسية أن تعيين السفير الجديد في القاهرة إجراء خاص بوزارة الخارجية ولا يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. وكان كانتيني شغل منصب القنصل العام في القدس وممثل إيطاليا في الأمم المتحدة. دكتور مختار، هل في اعتقادك أن تعيين سفير إيطالي جديد بالقاهرة غير مرتبط بحدث مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني؟ ما اقدرش اقول كمراقب على الاقل ان في حاله ربط ما بين الاثنين، لان قضيه مقتل روجيني هي مرتبطه بشكل التحقيقات، مرتبطه بشكل التسريبات التي تمت منذ الحصول على جثه روجيني، مرورا بوقائع كثيره جدا، مرورا بموقف ايطاليا في كثير جدا من محطات هذه التحقيقات، وصولا الى وجود لجنه قضائيه هي موجوده منذ اسبوع، حوالي 8 محققين ايطاليين تراقب بعض التحقيقات الخاصه اللي بيجريها مكتب النائب العام. ما اقدرش اربط من مساله تغيير سفير لايطاليا بمساله مقتل روجيني، ربما تكون اجراءات اداريه مرتبطه بوزاره الخارجيه واسس التعيينات الخاصه بها في الخارج. على العموم نحن نرحب بهذا السفير ونرحب ببدايه علاقات جديده مع ايطاليا، لان ايطاليا دوله مهمه جدا بالنسبه لنا، ومن الاهميه ان تعيد او ان نعيد علاقاتنا بها بشكل يحمل ثقة مع تعزيز سبل التبادل التجاري بيننا وبين إيطاليا على وجه الخصوص.